بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. مدن قدوم مدن يا القرص وريال وحنا هي قرين عبد الله معلي المحي الدين وحن هل كان أتاقنا إن سوجي ديو أما إن دفاعه ليسنا صابر حسن عبد نور وحايقو هلنا يو دفاع إذا سنة سابر عبد النور قرينا صاحب بداية محمد حسن عثمان جيل يا أبو كاتا زكريا مدنا قدوة مي مدنا يا القرص وريا المحكمة دا شرفت عليه وحن هريك قيلة يا تسمد الدفاع إنا أنسو جيدين دونو مركا أغوه الرئيسو وحن محكمة دا وشرح دونا وأنفا فاهين دونا سيدا فكتسك او يهي يهي شقاد سيدا او دعي سي غار اهان شقاد سابر او هاي سيدا او دعي سي ايا المحكمة دو او فاهين دونا نمبر لابو وحن محكمة دا لو داقي دونا هرو مرة فرابادان اما تلابو ين فرابادان او سابر او قاداي او دمان توت او كولا دقالما يا مسوق ماسوق يا كرفشن او كولا دقالما يهي أي المحكمة دلوا ذاك دونا. لمبر سدح وحن محكمة دلوا ذاك دونا. سمعة إيري سنها أي سدة أي تهي أي المحكمة دلوا ذاك دونا. لمبر أفر وحن محكمة دلوا ذاك دونا. قابس كعديمة حفيز كحرلالية جود أي صوبان دجان أي سدة أينن. حرير كأولا لهين فعل كأذي سنه أو سمينا يي يسيدا أينا نعدين كرين قد بدا حفيز كحرلاليه أو كأذي أذي سنه لنبرشان وحن محكمة دهرت إذا كفلان قين دونا قد بدا أي كوابان تها أيد أو سوقد بي حفيز كحرلاليه قود إيا قران كا أنغا أو هل كاسي كموشن دونا إن قد بدا سي أينن أماس ترين إن تيرر كأي كو تاغن يهين مرك الله فيري أدي سنهم نمبر لح وحن محكمة دا وحن فلنقين دونا أو أن موجين دونا إن أينن معنى قانون اللهين وربحين تهان تدورها لنبر تضو وحن فسير دونا لعقها أما حساباتك كونتا دا أدي سنها أيان فسيرات كبحين دونا لنبر سيدت وحن كجواب دونا سؤاشا شغالة immigration شركات كالي أو بريفات سي أن سي بارت تيم أهم أولا شغالين كران لنبر سغال وحن سو قد بين دونا دوكومينتيو أن اسكغرو غينو ايدا نلو سو جيديا مدن قدومي مدن يال قرصور يال مركا اوه الرئيسو سابر عبد نور وحا او داشي كون سغال بغو سغاشن يا افرتي وحا او كو داشي مغالة دا مقدشو وحا او قاتي شهادة دا كوباد سند كلابادا كون تضبا ايو توانكا اسيغا او كو قاتي human resource management شهادة دا لباد وحا او قاتي سند كلابادا كون كو إيا لواتنكا أسيغا أوكو قاتي علمغا immigration study شاقا أهان سابر وحا أوكسو شاقايا شاقوين برافات وحا أوكو هرية شاقادو أوكو هرييسو أوكا شاقايا إسقولك أوكا قلن جبيي أو لغو مغا عابا أبلال مر لباد وحا أوكا شاقايا شاقاد شركات برافات أو ليراهد شركات سهل وحا أو شاقالة دولادي نغدا سندكي لبادا كن طلبية طبانكا أسيغا أو حلغا سيكو بيري هي أدى إيميغريشنكا وحا أوكا نقضانا شقالة عادية أو كاترسن هج آركا كاترسن سندكي لبادا كون يلواتنكا أيا الله مغا عابي مدح شقالها سندكي لبادا كون كو يوتوانكا وحا أو أباب المرين أهلا فسح وحبرشو وحانا أو شقالة ديبوغو سوالابت سندكي لبادا كون لبا إيو لباتنكا وحاسدن إيو كوغي بيشي شنا لبادا كون لبا إيه لباتنك اللو مغا عابي حيلك حد أوكو مغا عابي يهي هيا شي وحا أوشاق بلابي بيشي سيديداد سندك
labada kun laba iyo labaatanka maxaa yeelay yuuserka uu ku shaqeynayo oo dhanba waxaa la abuuray 11kii bishii 7aad 2022 muddada u dhaxeyso 11kii bishii 7aad 2022 ilaa agoosto 2022 waxaa tijaabo ku jira systemka ama yuuserka oo ku shaqeynayo sidaas darteed ayada xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka oo ay ka soo bilaabeen muddadii dekreetada ku qoran waa eed aan ku saleysnayn factis iyo xaqiiqo aan ku saleysnayn sababtoo ah dekreetada oon bay arkeen laakiin xeer ilaalintu isma weydiinin ma shaqeynayo muddadaas mase ma shaqeynaynin isma weydiinin waayo shaqada hadda uu ku eedaysan yahay oo ah inuu yahay madaxa verificationka inuu yahay shaqadaas uu ku eedaysan yahay yaaba waxay bilaabataba bishii 8aad ka hor maba jirinba yuuserkaasina ma jirin sidaas darteed in xilligaas eeda laga soo bilaabo waa arrin aanan saxnaynin mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh shaqada sida uu u qabanayaa ama shaqadu sida ay u socotay marka la fiiriyo waxaan rabnaa marka koowaad cid ku muransan ma jirto saabir inuu ka tirsan yahay shaqaalaha immigrationka immigrationkana waxa uu qaranka wakiil uga yahay bixinta adeega dalku jooga adeega dalku jooga waxa uu soo maray laba xaaladood oo kala duwan xaalada uu soo maray iyo xaaladda uu ku sugan yahay ama si kale marka loo yiraahdo bixinta adeegaasi waxa uu lahay laba qaab oo kala duwan qaab hore iyo qaab dambe qaabkii hore oo uu lahay waxa ay tahay in adeegaasi xilliga lacagta la bixinayo ay ka dambeyso xilliga ogolaashada xaalad jirtay aheeday wixii ka horeeyay 8aad 2022 wixii ka horeeya lacag bixintu waxa ay ka dambeysay ogolaashaha dalku jooga marka koowaad waa loo ogolaanayay macaamilka in fiisaha loo ogolaanayay marka loo ogolaado kabacdi ayaa wuxuu sameynayay ayuu lacagta la soo baxayay markuu la soo baxa kadib ayuuna qaadanayay taas qaab ayay ahayd qaabka labaad waxa waayay wixii ka dambeeyay bishii 8aad 2022 qaab kalantood ayuu yeeshay qaabkaas oo ah in lacag bixisku uu ka horeeyo ogolaashaha qofka lacagta hadduu soo bixiyo kadib ayaa fiisaha loo ogolaanayay ayaa dalku jooga loo ogolaanayay labadaas qaab ayuu lahay qaabka ugu horeeya aan ku hormarno maadaama eedu ay ka soo bilaabatay sanadkii 2018 qaabka ugu horeeyo waxa waayay loo adeeguhu waxa uu imaanayay hay-adda immigrationka waxa uu soo gudbinayaa dhammaan dukumentiyada sheegaya shuruudaha lagu helayo adeega dalku jooga marka uu soo gudbiyo kabacdi waxa arrinta ma jirin waxa loo yaqaano yuuserka verificationka ma jirin waa loo ogolaanayay waxaa la dhahayay waa lagu ogolaaday warqadda ogolaashada ayuu qaadanayay wasaaradda maaliyadda ayuu la tagayay lacagta ayuu kusoo shubayay lacagta markuu kusoo shubo uu keenay kabacdina waa la siinayay arrintaas waxaa ka dhashay laba mushkiladood waxaa ka dhashay in ay kala horeeyaan taariikhda abruufalka iyo taariikhda lacag bixinta in taariikhda ogolaashadu ay ka hormartay taariikhda lacagta la bixiyay sababtu maxay tahay haddii qofku loo ogolaado immigrationka oo maanta oo bisha 20-ta hal la ogolaado oo bil uu maqnaado oo uu keeno 20-ka bisha 9aad uu la yimaado lacag bixiska laba uun bay mid tahay fiisaha la siinayo oo baasaboorka loogu dhigaayo ama dalku jooga la siinayo laba uun bay mid tahay in lagu taariikheeyo maalintii loo ogolaaday ee aheeda 20-kii bishii 8aad in lagu qoro ama in lagu qoro
maalinta rasiidka uu la yimiday oo ah 20kii bishii 9aad waa tusaale aan sameeyay hal bil uu la maqnay hadii lagu qoro 20kii bishii 9aad mashaakil ka imaanayo mashaakilka ka imaanaya muxuu yahay mushkilada koobaad ka imaanaysa waxa waa hadii loo adeegaha la siiyo dal ku joog 6 bilood loogana bilaabay maalintii rasiidka uu la yimiday oo 20kii bishii 9aad 6 bilood ayuu ku joogayaa dalka laakiin systemka waxa ugu jirto systemku ma yaqaano taariikhdan passportka lagu qoray ma yaqaano systemku wuxuu yaqaan taariikhda ogolaashada ayuu yaqaanaa loo adeegaha asigoo u heesto 6 bilood oo dal ku jooga inuu heesto oo uga bilaabato maalintii 20kii bishii 9aad uu baxaya 6 bilood oo joogaya marka uu tago oo bixi tago systemka marka uu fiirsho shaqaalaha ka shaqeeya socdaalka marka ay systemka fiirshaan waxay ku arkayaan ninkan inuu bil uu dib dhacsan yahay ku arkayaan oo bil sharci darro ah wadanka joogay la kulmayaan macaamilkiina dhibaato ku dhacayso loo adeegay ilaa asagu waxa uu heystaa inuu 6 bilood heesto waxa looga bilaabay maalintii rasiidka uu la yimiday ee mashaakil ah meeshaas ka dhacayo si taas aynan ugu u dhicin sababta mushkiladda labaad waxay tahay inta aanan u gudbin mushkiladda labaad waxay tahay maadaama qofka looga bilaabi doono ee maalinta taariikhda uu la yimiday rasiidka maadaama looga bilaabi doono ayna standard ahaan qofka marka dokumentigiisa oo immigration-ka yaalo ay tahay inuu na ku socan ganaax inuu na ku socan ay tahay wuxuu sameynayaa qofka macaamilka ah dokumentiga uu la imaanaya approval loo sameeyay lacagtu soo baxsa hadii la yiraahdo 2-3 bilood iska maqnaana magaaladiisu iska jooga wuu imaanayaa waa loogu maalinta uu la yimidaa looga bilaabayaa 3-2 bilood oo fariya iyo uu helayaa dowladana ka maqan labadaas arrimood si aynan u dhicin waxaa lagu qasbanaaday in lagu taariikheeyo maalintii approvalka uu qaatay ama maalintii loo ogolaaday oo systemka gudihiisa laga approval gareeyo inta lagu qoro ayaa lagu qasbanaaday meeshaan markan marayo waxaan rabaa factiska waxa aan u sheegayna waxa waa inaan uga faa'iideysano doodaha dhinaca kalantood xafiiska xeer ilaalinta arintan uma dhugoobin iyo baarahaanti dhowrkaba si qoto dheer uma fiirin wax baarisaha ay ka sameeyeen ma jirto cid kama wareysan cid ku shaqada lahaydna ma wareysan nasiib darro waxa ay arkeen warqad lagu ogolaaday dal ku joog maxaan ilaahdaa waxay arkeen rasiid waxa kalantooday arkeen ogolaasho kala taariikh horeeyo oo ogolaashadii ay taariikh horeeyso rasiidka uu taariikh dambeeyo automatically waxay qabsadeen waxay dhahayaan waa adeega deynna lagu bixin jiraba arintaas waxay ka mid tahay meelaha ay ka muuqato gaabista baarista hanti dhowrka iyo maxaan ilaahdaa gaabista xafiiska xeerraalinta meelaha ay ka muuqato aad ay uga muuqato ayay ka mid tahay xataa ugu yaraan waxay eedeen in isweydiyaan siday suurtagal ku tahay sida ayaguba ay sheegeen 900 iyo intaasoo shirkadood 4,100 oo qofood in adeeg inta la deymiyo dhammaantood adeeg deyn lagu wada dhiibo siday suurtagal ku tahay su'aashaysan isweydiyeenay ahayda qofka haddii arintaas ay dhacdo caadiya loo maqli lahay jiraa'idada lagu soo qori lahay waxaa la dhihiraa dawladda waa immigration-ka waa hay'adda dawladeed ee kaliya ee deyn bixisad maqli lahayd maanta ka hor arintaas marka waaqica yaaba diidayaba sidaas darteed in maxaa iraahda ay si fudud ay u go'aamiyaan si fudud inay u go'aamiyaan maxaa iraahda adeega deyna lagu bixin jiray waxay la mid tahay si fudud inay u go'aamiyaan eeda eedaysanayaasha sida fudud ay ugu go'aamiyeen adeega dawladda deyn lagu bixin jiray iyay si fudud ugu go'aamiyeen inay eedaysanayaasha ay eedeeyaan ay si fudud ugu go'aamiyeen meeshaas waxaan rabaa waxaan isleeyahay in la fahmay sababta dhalisay kala taariikh horeynta waana qaabkii hore sabir waxa jirta soo jeedina uu sameeyay markii uu yimid sanadkii 2022 markii uu yimiday
وحاجرت سوجيدنا أوسمي سوجيدنا صابر أوسمي وحاكمدهاي إن لا سمايا حفيسك فاريفيكيشن سوجيدنا ديسا iyo horumarin horumarinta uu sameeyay meel gaar ah ku sharxi doona laakiin si koobaan si hordhacaan arintan rabaa inaan u sheego waxa uu soo jeediyay in la sameeyo xafiiska verification xafiiskaasi waxa uu xalinaa mushkiladan hadda xeer ilaalinta iyo hanti dhowruba ay ku qaldanmeen oo deyn ay u maleeynaayeen ayuu xalinayaa xafiiskaas wuxuu kala saaraya maaliyadda iyo dokumentiyada kala toode xaqiijinta markii hore waxa dhacaysa qofka in leeyra waa lagu ogalaada hadana waa lagu diiday fiiri waa lagu ogalaada inta leeyraahdo oo maaliyadda la bixi weyna kadib hadana waa lagu diidaa la dhahay waa lagu ogalaada waa lagu diiraa isdaba socotay laakiin hadda xafiiskaani wuxuu sameeyay xafiis kala saarayo qofka hortu in dokumentiga laga xaqiijiyo iyo shuruudo uu ku helayo fiisaha uu ku helayo marka koobaad in la xaqiijiyo oo leeyraahdo hadda waxaad xaq u leedahay inaad hesho fiiso sidaas darteed lacagta soo shubo lacagta hadaa soo shubata kadib fiisa heli doontaa micnaheedu waxa waayey waxaa la kala saaray maaliyadda caddaynta maaliyadda iyo caddaymaha la xiriira shuruudaha qofka uu ku helayo oo fiisaha oo aanan ahayn caddaymaha ayaa la kala saaray xafiiskaas marka nuxurkiisu waxa waaye in qofka marka koowaad loo xaqiijiyo shuruudaha oo ku mudaysanayo in fiisa la siiyo ama dalku joog in la siiyo shuruudaha uu ku mudaysanayo oo codsiga soo weydiistay shartiga kambaniga baasaboorka work permitka kedaa shuruudaha dabcan shuruudaha loo baahan yahay qofka in laga xaqiijiyo markii laga xaqiijiyo kabacdi email loo diro oo la yiraa waa ku xaqiijinay markan ku xaqiijinay kabacdi hadda waxaa soo shuban kartaa lacag ayaa soo shuban kartaa markuu lacagta soo shubta kabacdina loo ogolaado sidaas waay xafiiskan hadduu soo kordha kabacdi waxa ay noqotay fiise helidu ama qofku inay fiise hesho waxa ay noqotay shan stage inay marto ayay noqotay qofka inay dalku joog hesho waxa ay noqotay inay marto shan stage oo kala duwan stageka ugu horeeya waxaa la yidhaahdaa stageka xereynta xogta la xiriirta dalku jooga oo aanan ahayn caddaynta maaliyadda stageka labaad wuxuu uu noqday waa stageka xaqiijinta xogtaasi la soo xireeyo oo aanan ahayn xogta maaliyadda stageka saddexaad waxa uu noqday stageka xereynta xogta maaliyadda ama stageka xereynta caddaymaha maaliyadda stageka afaraad wuxuu noqday stageka ogolaashaha fiisaha stageka shanaad waxa uu noqday stageka qaadashada fiisa shantaas stage ayaa loo kala qaybiya eedaysana saabir ayaa horay u sharxay laakiin waxaan rabaa meesi yaroo kookooban oo qaabaysan inaan u sheego stageka xereynta xogta aan ahayn caddaynta fiisa caddaynta maaliyadda stagekaasi waxaa hoos yimaado dhowr xafiisoo kala duwan eedaysanaha ayaa maxkamadda koor caddeeyey qofka macaamiilka ee markii uu yimaado waxaa loo dhiibayaa receptionka receptionka marka loo dhiibo dokumentiga qofka loo qabanayaa qofkaasi receptionka loogu dhiibo asigana wuxuu sameynayaa waxaa loo gudbinayaa dokumentiga qof hubiyo la yidhaahdo oo si dokumentiyadaasi lasoo dhiiba ama galkaasi lasoo dhiiba warqadahaasi lasoo dhiiba si manwaala u fiirinaayo oo hubinaayo waxaa loo gudbinayaa cidda koodka siinayso koodka waxaa laga wadaa kambani kasto oo ajnabi shaqaale uu u noqdo waxa uu leeyahay kood ama sumad immigrationku ay siisay ayuu leeyahay codsigan marka waxaa la siinayaa koodkii shirkadaasi ay laheeday ayaa la siinayaa si maxaan idhaahdaa uu calaamo ugu noqdo waa gal lambar camal wax lamid a yaa la siinayaa okay marka arintaas la siiyo kabacdi waa la diiwaan gelinayaa waxaa la diiwaan gelinayaa oo sistemka la gelinayaa baasaboorka cidda loo rabo dalku jooga ayaa diiwaanka la gelinayaa intaas marka laga gudbo kabacdi waxaa imaanaya sargaal kaleentood oo xogti galkaas ku jirtay oo baasaboor leh oo codsi kaleentood leh oo maxaan idhaahdaa leh work permitki leh
أو دوكيومنتيرا سكالة دون أو هراي أو أوتح آلي سنو قفكو إني أبلو تراهدو أو أي سيستم كجلسو وحكت سلاسكو حري سنتا حكت سلحري أو سيستم كاللغو حري مركلغو حري كبعدي وحالغو جود بإستيج كحري انت حكت حكت يوردن سيستم كيكو جرتا كوضي لاذهي وحوال بسيستم كيكو إذليهين حكت سيستم كاكو إذل وحا أركيو صابر أو أسوغو مدحكا إيه قيب تحقيجين تحكت آنان إهين ماليادة حكت أسل سوحرية ما آن رسيد ماليادة كومجرو وكالية شروضه اللغو هلاهي فيزه كالية اللغو هلاهي واي صابر أركيو صابر مركو أركو هدي أي دميستريهين أو محان إراهدا أي محان إراهدا ايهين واحده ماستران او اسوافقسن فارفي ليهي اما واخكيجو ليهي حدينا دمهستريننا وو ديديا صابر marka shaqadiisu maxay tahay صابر shaqadiisu waxay tahay ay ku kooban tahay inuu ilaaliyo lambar iskhalaafsan inuu ilaaliyo in la soo xareeyo xog aanan dhameystirnayn codsiga maqnaan karo warqada caafimaadka maqnaan karto waxyaabaha siyo dhan inuu ilaaliyo lambar iskhalaafsan qofka loo soo weydiiyo codsiga iyo baasaboorka ma isleeyeen sawirka baasaboorka ma isleeyeen work permitka lambarka lambar baasaboorka ku qoran iyo lambar baasaboorka loo soo weydiiyay dalku jooga ma isleeyeen waxyaabaha siyo dhan isku xaqiijinaya marka uu xaqiijiyo ka bacdina wuxuu sameynaya waxay ku noqonaysa xafiiska enrollmentiga ay ku noqonaysa meeshaas waxaa ku dhamaada shaqada saabir halkaas waxaa ku gabagabowey shaqada saabir ayaa ku gabagabowey wii lama gaarin maaliyad iyo lacag bixin lama gaarin rasiid keenid lama gaarin ogolaansho lama gaarin kaliya dukumeentigaas inuu xaqiijiyo shaqadiisu ku ekaaday wuuna xaqiijiyay meeshaas marka la maraayo ka bacdi waxa imaanayso qofki email u dhacaya emailka marka u dhaca ka bacdi wuu imaanaya waxa daabacmayso warqadii enrollmentiga ka daabacmayso xafiiska enrollmentiga waa meesha galka la yaalo xafiiska enrollmentiga ka daabacmayso markay ka daabacanta ka bacdi wuxuu sameynayaa warqadaasi ayuu qaadanayaa maaliyada dawladda aadaya lacagta soo bixinaya lacagta markuu soo bixiyo kadib waxa bilaabanayso stage-ka afraad ayaa bilaabanayo waa stage-ka xareynta xogta maaliyada saraakiil kale tood oo ku eeraysan aanan ahayn ayaa xogtaasi soo xareeyay rasiidka waxaa soo xareeyay saraakiil kalantood oo user kale leh ayaa rasiidka soo xareeyay ayaa soo xareeyay markay soo xareeyaan rasiidkaasi ka bacdi waxaa arkayo waxaa bilaabanaysa iidana stage-ka ogolaanshaha oo stage-ka afraad stage-ka waxaa la ogolaanayaa marka agaasimaha ayaa ogolaanayo wuxuu ogolaanayaa laba arimood xogti صابر وسو حقيجي ها ها حقت صابر وسو حقيجي حقت صابر وسو حقيجي و اوغلانيا وها كلو اوغلانيا رسيدكا اي عديمها سماليدنا و اوغلانيا اوغلاشدو marka waxay khusaysaa laba arimood xogti la soo xaqiijiyay ee shuruudi lagu helayo fiisaha dalku jooga iyo xogta maaliyada ama rasiidka maaliyada labadaas shay ayay khusaysaa oggolaashada okay markuu ogolaado ka bacdi waa dhamaato qofkaas fiisuhu xaq u leeyahay waxa bilaabanayso marxaladda qaadashada ama stage-ka qaadashada oo stage-ka shanaad qofka dilo ogolaado inay qaadato stage-kaas stage hada qiimo badan leh ma ahan wixii la soo ogolaaday kaliya oo warqadda approvalka wixii ku qoray kaliya qofkan in passport-ka loogu dhajiyo lana siiyo waaye go'aanka male qofka oo qaadashada joogo waxna ma diido waxna ma ogolaado macnaa laakiin wax qiimo badan oo hadda ay leedahay ma jirto laakiin waa stage shanaad oo la xisaabinayo maadaama ay qofku approvalki la fulinayo oo wixii la soo ogolaado oo dadka siinayo shantaas stage markana marka maxaan ka qaadanaynaa meeshaas waxaan ka qaadanaynaa laba arimood inaan kala qaadan u baahan ha stage ka ogolaashada ha hal mar ku noqo waxer ha stage ka ogolaashada oo ugu dambeeyay stage ka ogolaashadu waxa waayay markii xogti maaliyada ama macaamilki markuu wasaaradda maaliyada lacagta inta uu geeyo rasiidki maaliyada uu soo qaato
وحال لو كان يا رسيد كاس السراكيل حريص الرسيد يد أو وافجسو قال كوافجسو يا لو كان يا سراكيش هسوا حري نيسا مركي حريسو وحا يوسر كيسة كأركا أما حفيز كيسة كأركايو كأركايو أجاسمه وفيرنا يا أسيقنا وحو أركايا حق هر الله سو حقيقي وحكالات وضو أركايا حق مالياداد اللي سو حقيقي رسيدكي وكو دقين يهانا و أركايا أو رسيدكي أسن إيدنا اللي سو حري مركو أركا كبعدي وو أغلانا يا فيسهان إن لبحشان دلكو جوغان إن لبحشان أغلادي و أغلانا يا مركو أولي سي أونلاين وو أغلانا يا ورقد أغلاشا دا وحال لغا دابعا يا حفيسكي إن رول منطقة إن لغا دابعا يا مروال بورقدا حفيسكي إن رول منطقة لغا دابعا ورقد حقيجين تنا وحال لغا دابعا حفيسكي إن رول منطقة ورقد أبروف الكنا وحال لغا دابعا حفيسكي إن رول منطقة حفيسكي إن رول منطقة وحفيسكي أو محن إلى هذا قلكي إيه وحياه بس إيالان أو بنت رضا إيه إيالان لكن أرنت لحق يرتحق يجنتا سي أونلاين هيكون دعه أبروف الكون سي أونلاين أو دعه ورقد ده سمرك الله دابع كبعدي أو ورقد أبروف الك أي دابع أنتو وح ورقد ده أبروف الك كقرن إل وحال ربا لغو قرو بس بورك أو استيكر كده الكجوج اللغو نجيو passaporka in lagu dhajiyo sticker ka dalku jooga passaporka lagu dhajina qofka waa la siinaya waxa la yiraahdaa visa taken la yiraahdaa ama maxaa ila stage ka qaadashada visa ayaa la yiraahdaa okay shantas stage waxaanna ina maxaa laga fahmaya an hadda waxaan taagan ha difaaca sabir waxa hadda khaladku لغا شيغي اني خلاد انو نجرينن اامنسنه لكن هر الى انت اي هانت دورك waxaa hada khaladka ay ka sheegeen ma waxay khalad ka sheegeen adeynti maaliyadda mi khalad ka sheegeen ma sa waxay khalad ka sheegeen xogti la xariirtay shuruudda dalku jooga lagu helaayo oo aanan ahayn in maaliyadda iyo khalad ka sheegeen khalad kama sheegin inta doodu ay socotay marna wala ma soo hadal qaadin gaab iska jiro ama nuqsaan ka jirto shuruudihi lagu ogolaanay fiisaha oo mid kamida gaabis oo ka jiro marna lama soo sheegin meeshaasi waxa laga fahmaya arinta rasiidka waa stage naga dambeeyo markii la soo xareeyo xogta rasiidka anagu fiyuu xatee kumalihi ma aragno صابر حتى ما أركو شقكو ماله أبروف الك أم بأركي كرو أسيقا أغلان كر هداي رونت هاي أسيقا ديدي كر هداي بنت هاي ما بينا ما سبين ما أنحل كلان كدودا أولا مجيدي إني وحاس بين يهين أولا مجيدي لكن وحان كوضا بمرك كوباد با شقادة صابر ما كميد أهان حقيجين ترسيد كا إيو حق كميد ما أهان ماشا أسمركان مرايو laga bilaabo bishii sideeda sida eedaysanow oo sheegay waxa xalisantay mushkiladii kala horeynta ayaa xalisantay way dhici kartaa khaladaad maadaama la qabsi wax la yiraahaa jiro tusaale sanadka 2022 ka markuu dhamaado bisha January oo dhan khalada la qoraa taariikhda daqoortada waxaad qoreysaa 2022 ka ku sii noqonaysa macnaa waxa la qabsatay sanadkii hore la qabsatay khaladaad noocaas oo marmar dhaca way dhici kartaa laakiin dokumentiyada marka fiirisid wixii ka dambeeyay xilligaasi wixii ka dambeeyay waxa waa taariikhda iyo rasiidka taariikhda iyo rasiidka ogolaanshaha waxa horeeyo rasiidka lacag bixiska ayaa horeeyay mar waliba laakiin sargaalka taariikhda qoraayo mararka qaar kood waa macquul inuu wax khaldo waxayna la mid tahay taariikhda aad khaladaay la mid tahay iska dhaaf sanad iyo sanad waxaad ku soo shaqeynaysay haddii la qabsato bishan 8-aad hadda lagu jiro marka aad taariikh horitaanka aad la qabsato bisha 9-aad hadii la gaaro mudan gudoomiye maxkamada sharafta leh waxaan rabaa meeshaas inaan ugu gudbo shanta stage ay marayso fiisa qaadashadu ay marayso waxaan rabnaa marka laba xaaladood inaan kala duuno
مر وحواي هرتو ضادة حفيز كحر إلى أنت إيه هانت دورها دن وحيكو إيش هاي رسيد إيه العكو قرن إيه تيم برسارن وقاعد أنت اسمع دافسنا وحترى هذا بدل لا أنكون نوجين ما دافسنا رسيد العكو ده قرن إيه تيم برا ما دافسنا رسيد إيه العكو قرن إيه تيم برا أنت عسي يي 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 فرح لجلي كرتا يا سب لجا باري كرا أكتودا يعني يا 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 خلط كجلماهن لكن هدي خلط ماشى سكجريو يا وح لجا ويدينا يا سؤالش إنه سويدينا نباهنا رسيد ك لعكتا كوقرن يتيم براها سارن هدي خلط كجريو يا وح لجا ويدينا يا سؤالش إنه كجوابنا نباهنا أرين تعسي وهرتو يا إلا سويدي رسيد كان يا سو ساري حسابيها جودة سو ساري لبو وإلا سويدي يا رسيد كاني يا قرو تيم براها نسارو سرقال كمالية سدح وإلا سويدي يا رسيد كان يا واتي أوه وحكو عدي سنايو ومعاملك سدح يا اسم دا فكري رسيد كا إيا تيم براها إيا العقتا كو قران سدح هذا قفود ما دافي كران هي أدي سوسارتي هي أدي كوقرتي حكت كوقران إيه هي أدي عدي ورطة مركاسي ما دافي كرتو هذا وحنجوقنا إيميجريشن كإيميجريشن كما الله قبسن كرام صلى الله ما قبسن كرو وإحنا لقوا ويدين كرام مايا وإحنا لقوا ويدين كرام لماذا رسيد كاسي إيه تيم براياش عاسي وارهن أنقبا لكن كسوق هذا إني بينهين هذا بينهين عد استعماشي يا عد سميسي يا شقق كله وحن اسكو وافق صنع هاي رسيدي راسي immigration كإن الله كاني السيستم كله جليه أين اسكو وافق صنع هاي والله كان من هذا وحواعدا استعماشي أو كل عدي ستي إن العقد بحسة عد سميسي أما عد سين نقوم كرتا أما عد كلا أسميسي نقوم كرتا لكن أني أو immigration كجوجا إن رسيد كاس اللي كاني هدو بين أبوري هاي إيه أنو أرك إنه روني هاي إيه أنكو جو أنجاري دم بكمله لماذا رون إنه وهاي أي نو أركي وحي لمتها هاي قدومي قرصار يا الوحي لمتها هاي قرصار الله كاني صبر الله جب بين أبورا إيه كو جو أنجار أسوق رون وهستو كو جو أنجاري لمتها هل حبك مدونه إم بدن وحن أرجنا ضد لي ما هذا صبر الله جيال بين أبورة ورقدن ملكي ذا بين أبورة قرصار الله كاني رن أو أمودي أو كوجا أنجاري قرصارها سهدي الحيرة يو يا بس يا شقين الهيبة قوان لبض بوا قوان أبر محائر هذا في زين تنا وا قوان حكم كنا وا قوان كليه وحكة للدوان قوان كتب عدي سكل الدوان أو قوان قرصار إيه قوان معمول أم بي كليهن arintaasi marka immigration ka marka dabeecadaas uu qaadanaya in laga soo bixiyo systemka immigration ka waxay la mid tahay in laga yaabo in laga helo gal maxkamadu ay xukun ku kariday oo dukumeenti been abuur la soo galiyo in laga dhaxlay la mid tahay wax kale kama duwano hal shay kale ay ka duwanta ma laha hal dariiqo waa ku soo gali kartaa immigration ka arintaas in la cadeeyo أو حفيز كحير إلى عليه أو إن immigration كأيجو أي معامل كلا تعاملين أو العقد أي كقاتين أو رسيد كإنتي أيجو سمايان أي ماشي قليين أرنت أصدق العدايو وسوق لي كرتا أنت بقول أفر يتمان لغو جري أرنت أسلم عدين حفيز كحير إلى عليه أنت أو كجري نظام كيس سوجيد أنت بقول أفر يتمان أرنت أسلم عدين إلى هذا اللي جوجنا إلى ما أهان إلا عدين كرو بل وأرنت سؤال إسوي دين تمضان وحقيتها لماذا كم بنسك واتي دوكومين تغاسي أو استعمالي أو لوغو قو أنقاري أو فيزها كوهلي لماذا أن وحلوغو ويدين لماذا أن لو إيدي
لماذا عد أي أكانان ما أنت لو قلت لقنا سؤال شخص لقم جوابي كرو حير إلى أنتو كم جوابي كرتو لماذا لو وايي هل شركة أو دوكومينتي أو كميدة شركة دي دوكومينتي إيميغريشن كأكاني لماذا لو إيدين واي لقم جوابي كرو سؤال شخص أو عد الله كاني أو كو قان قارت الله إيدين يا لما يكانو مدن قدومي قرص وريان مدن يا القرص وريان وحن روا ما شاسي إن الأجو قدبو أرنتاسي أو كسابسن يا وحلاجو ويدين كرا ضاد أن كدو ذايو ما أهن معنى هرو رسيد يدو إن يبين أبو ريهن ما أهن لماذا لكن على سبيل الفرض والتقدير حتى أن كسر قاعدة وايو حن كدو ذايو إلى هذا الجو قلهم كبقول لحدن يسدح أحيار كهفك عقابة صومالية حفيز كحير لالنت وحا واجب أقول لك يا إنو الله أرموت عدايو مركة كوبادوا إنو عدايو إن فالدنبيات أو دعاي أو العقل اللونصدي دوكومينتي لبين أبوري تيم برا لبين أبوري إنه هرت في الدنبيات كي إنه دعي استيج كسرت إنه كسوق جدا طلاب طلابات إنه سوى جاره هذا نوع عدى عدى الدنب جاسق الشيء وعدا إنه يراه لابد أس أرموت حفيزكو أسيق أو أنا عدين إن حتى إنه في الدنبيات دعي أيو حول دهاي هذا سنة ياش أنا الدنب جاله إيه وده ما هي ما عدين وحن أقدن له رسيدية يتيم براياش انتوبا انينا بين ابو رهينا رميسانا لماذا اما لما عدين اقو يران اني بين ابو ريهين لماذا هرتو رسيدية يا عدين لهاي بين ابو رنمدورا حسابيها قودي ورقات ادرين اي وحيدة هنو سوشيك حس رسيدية حسابيها قودة سوشيك حسابيها قود لفتر كيسو واقران واي هده واسلا سادة حسابيها قود مركي الله ادري ورقاتة annaga waxaan filaynay in xisaabiyaha guud markii la yiraahdo rasiidkan been abuur miya ma waa been abuur waa sax oo yiraah ilaan rasiidida soo soo daabaco oo heesta aan filayna laakiin warqada kala soo diray oo wiiri iiso sheega in ay been abuur yihiin in kalantood cidi la eedeynayo wasaaradda maaliyadda cidi la eedeynayo shaqaalaha qaar kamid la eedeynayo oo weydiiyo dad eedeysana u soo qoro warqado oo hadaba eedeysanayaasha kamida ah warqado u soo qoray يعني حسابيها جود رسيدك حسابيها جود أو عد صوصار تيقه أي قران ويسي بين أبور نمديس يا قران كارو سؤال شئين لسويديو لربوها محا حسابيها جود كو خصبه إنو ورقات سيقرو هدو يقان تسيدير هدو كلا يقان عد عدين كرتييتا هدين سيداستهي سرقال كالله كينا كو قوان قاري إيا يا كو أغال بدن حسابيها جود يا كو أغال بدن حسابي جودة كأقل بده وح كمدة أوكي أسد أصدرت هذا مركب أنا جو حنقبة إن أينن هبيرات رسيدي راسي أينن أهينن بين أبور إن أينن أهينن أو أنا لعدينن أيان قبة مدن قدومي قرصو ريال وح ربع مدن قدومي قرصو ريال أرين طلبات أو موجوني سواحي تاي إن رسيدي سي أي نبين أبور أهين موجوني سواحي تاي أما أن لعدينين إن بين أبور هين إن لعدينين موجوني سواحي تاي هم تدورها لفتر كيسة أيا وحويري والا كلا قران وايي رسيدي الرنطة يقوى بانتة واروحة دنبو وارهنة قايبنا أنواء بانا إسكدهن قايبنا وارهنة إسكدهن لما نكلا يقان واسؤال شيء وارهنت الله يابكالي haddii laga soo qaado xataa inay been yihiin horan waxaan u sheegay saabir inuunan wax shaqo ah kula haynin ayaan u sheegay mudane gudoomiye rasiidka markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan u dhaadhaco arinta la xariirto arimaha kalantoodo cadeynta ay isticmaaleen oo systemka maaliyadda ah system maaliyadeed maxkamada la horkeena ma jiro waxaan aragnay oo meeshaas la keenay warqado ama maxay raa dokumenti excel ah oo asugu wax ku dali karo wax ka dhimi karo anigu ba aan soo qori karo hadii
اكسل محكمه الله هركين الاعتماد هن لو اوغلاده وحن كينينا ان اكسلنس سو قرينا وادن وح كو سو قرينا ايديسن ياشو دنبي ما غلين ين سو لينا حدي اكسل وح لو عدينا عدينتو عدين اسو او قري اي كمبيوتر كيس او كو قري حدي وح عدينايسو سلايد ك حد ان سو جيدينايو او كمبيوتر كيغا ان كو قرنا وح عدين وحي كو كلا دوين هين ملا هل شيء اي كو كلا دوين هين ملا waxaan rabaa warkayga inaan soo koobo waxaan rabaa cadeymahaasi gaabiska ah oo aanan sheegayn eedaysanayaashu inay fal dambiyeedka galeen aanan sheegayn marka laga soo tago waxaan rumaysanahay eedaysanaha aan qareenka u ahay iyo xataa dadka la xiranba waa dadka ugu nadiifsan ee meeshaan joogo sababtu ma taqaan sababtu waxay tahay shaqadii ay qabteen inaan lacag lagu lunsan waxa ka soo baxay xeer dawladeed oo faafinta rasmiga lagu qoray sidaas darteed maanta waxay u baahan tahay in wax laga yiraahdo arintooda waxa ka horeey in xeerki dawladeed la jabiyo inta maxkamada la geeyo محكمه اي خصيص لغي خيرك دولته لا جبيو ايا كهريسو هلكاس وحن او غدبيا شقدي يا سيده او دحيساي يا مخن ايرهدا سيده اي غابسكه او يهين عديمها ايان او غدبيا وحن ربا انن او غدبو كبعدنا ان كوريجي قرينادا صابر شخصيتيسا يا سمعتيسا يا سيده اي او غونهدي inuu la dagaalamo musuqmaasuqa sida ay uga go'needa waxaan rabaa inaan ku hormaro saabir shaqadiisa iyo sumcadiisa inaan ku hormaran rabaa mudana gudoomiye saabir waa nin howlkar ah oo ayay loo aqoonsaday inuu yahay shaqaalaha ugu howlkarsan waxaan maxkamada la wadaagi doonaa waxaan maxkamada u soo gudbin doonaa marka cadeymaha la gudbinayo sanadkii 2018 صابر وحال قدنسيه شقالها اوغو فيعن اي هيئده شقالها اوغو فيعن اي هيئده كوما مديسن كاريو انو كوربشنيستيا وها او كوموديستاي انو نين فيعن يحي وحي ليد كوتahay اي دمانتا اي ليد كوتاه سنهدكي 2019 كا وحال قدنسيه شهادده قفكه اوغو فيعن شقالها هيئده مر لبااد سنهدكي 2020 كا وها او هلي دلعاد waxaan loo dalacsiiyey magac madaxa shaqada sanadkii 2020 ka waxa uu abaal marin wax barasho ayuu helay oo lagu abaal mariyay wa intii uu shaqeynayay sanadkii 2020 ka horumar badan uu sameeyay abaal marintii markuu la abaal marin lahayna arintan ayaa ka soo horbaxday waxaan rabaa mudana gudoomiye marka laga soo gudbo abaal marinadaas iyo sumcadaasi uu leeyahay saabir waxyaabo badan oo waxa jira uu qabto oo uu kula dagaalamay musuqmaasuqa oo kula dagaalamay waxa ugu horeeya mudana gudoomiye saabir waxa uu soo jeediyay oo cadeynteeda la soo gudbin doona xafiis cabasho iyo maxan ilaahada call center horumarin ama maxay ila soo jeedin uu soo jeediyay oo hay'adaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda oo u diray ayaa la ogolaaday waa lagu sameeyay xafiiskaas asiga soo dhisay asiga shaqaalaha soo tababaray xafiiskaas maxaa macnaheedu uu leeyahay macnaheedu uu leeyahay xafiiskaas waa faktorka koowaad ee lagu la dagaalami karo musuqmaasuqa sababtoo ah hadii shaqaalaha ay adda socdaalka ay cid abuus gareeyaan ama ay si corruption lacag uga qaataan waa qofku shaqaalihi wuxuu og yahay in la soo dacweyn karo ayuu og yahay oo la soo caban karo ninka noocaasi ahay maanta in asiga corruption ka lagu eedeeyo waa arin la yaab leh waxa kamid ah arrimaha uu soo jeediyay oo wili aan si sax ah u howlgelin laakiin la diyaariyo systemki in dadku ay ku soo dalbadaan passport-ka si online ah dukumeentiga arintaas oo ku waydiistay waa soo gudbinayna arintaas idana la dagaalanka musuqmaasuqa qayb ayay ka tahay limaada hadii sad ogtihiin ba hadii dadku meesha soo dhoobtaan ay wada yimaadaan
oo qof walba maxaa ilaahada fiilka uu iska dheer yahay xilli loo adeega aynan garaneyn waxaa laga yaabaa arintaas inay dhiirri geliso qofku inuu yiraahdo la hormariyo iyo saan la yeelay inuu yiraahdo laga yaabaa laakiin wuxuu sameeyay wuxuu dhahaa qofku maalinta loo adeegayo waa inay ogtahay online aad ku qabsay ballan ku qabsanaysa marka ballanta ku qabsata ka bacdi waxaa lagu sheegay xilliga oo lagu adeegaya lagu sheegaya xilligaas ay maane waa lagu adeega fiil iyo mushkilad iyo is dulsaar iyo midna ma jirto marka waa arin qayb ka qaadanaysa la dagaalanka musuqmaasuqa ninkaasi maanta noocaasa wuxuu ku eedaysan yahay musuqmaasuq qodob lunsiya ku qoran laakiin afka musuqmaasuqa laga yiri mudane gudoomiye waxaan horey u sheegay xafiiska xaqiijinta inuu asugu hal abuurkiisa iska lahay markii uu soo dhisay xafiiska cabashada iyo call centerka markuu soo dhisay kadib in xafiiskan haddana uu dhisay laga yaabo in xafiiso kale uu sii dhisi lahay mudane gudoomiye maxkamaddu aaday u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan doodayda aan qaybaha dhiman ee doodayna inaan qareenada u dhaafo halkaasna aan doodayda kusoo koobo wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gaabiska cadeymaha marka laga reebo baarintan dhowrka iyo marka laga reebo awkaadka sakariya waxyaabaha sharxi doona qaarkood